موجز لأهم الأنباء كنقدموه لكم من شوف تيفي. أهلا بكم. رفض كريم غلاب رئيس مجلس النواب التعليق على الانتقادات اللي وجهها له نواب البي جي دي بحضور عبد الإله بن كيران لما وصفوه بالشخص الغير لبقة وكيف افتقد للاحترام والكلمة ديالو في الجلسة الافتتاحية للمناظرة أنها ما كترعيش اللبقة وحسن التقدير المطلوبين لما توجه بالنقد العلني للحكومة، مؤكدا أنه من حقه الدفاع على المؤسسة اللي كيترأسها وكيرفض تدخل رئيس الحكومة في العمل التشريعي للبرلمانيين ومحاولة فرض الوصاية عليهم. شرف لي أن أكون ناطقا باسم العدالة والتنمية، كان هذا هو الجواب ديال نبيل بن عبد الله بخصوص الاتهامات الموجهة ليه بكونه أصبح ناطق رسمي للحزب اللي كيقود الحكومة خلال ندوة انضمتها بالدار البيضاء للهيئات الموجهة للحزب بن كيران. ولم يكتفي زعيم شو يعين بهذا بل زاد مادي حنا في رئيس الحكومة اللي ما أكد على العلاقة ديالو بعبد الإله بن كيران أنها كانت دائما قوية ومتينة ولم تفرضها مصالح خاصة. مصادر عديدة اعتبرت موقف ديال ابن عبد الله المتذبذب راجع الكون واصبح كيشعر ان الايام ديالو بالوزاره اصبحت معدوده. وقعت على مستوى جبل ايجوكاك باقليم الحوز حادثه سير خطيره، توفي على اثرها شاب 20 كينحدر من مدينه ايمين تانوت، فيما اصيب 4 اخرون كانوا على متن سياره اجره رفقه الهالك بجروح متفاوته الخطوره. وحسب شهود عيان فانه اسباب الحادثه كترجع لعدم تحكم السائق بالسياره، شيء اللي جعلها كتسقط من فوق منحدر بجبال ايجوكاك الى الاسفل. هذا وقد تم نقل المصابين الى المستشفى ديال بنو طفيل بمراكش باش يتلقاو العلاجات ووضعهم رهن العناية المركزة. في الخبر الاقتصادي، أطلقت المركزية الشريفة للسيارات المستورد الحصري لسيارات سكودا التشيكية في المغرب سيارة جديدة غابيد في السوق المغربية بعدما أطلق 4 أشهر في عدد من الدول. الرابيد اللي طرحت بثمن كيتراوح ما بين 160 ألف درهم و 200 ألف درهم كتجي باش تعود السيارة الشهيدة أوكتافيا، بحيث توقع بيع 3000 سيارة من غابيد في السوق المغربية في السنة الحالية. وغادي نختم معكم بالخبر الرياضي، بحيث بات مهاجم نادي القنيطري السابق توفيق إجروت قريب جدا من الانضمام لفريق الكوكب المراكشي الصاعد حديثا للدوري المغربي الممتاز. وكشف مصدر جيد الاطلاع انه مسؤولي الوداد البيضاوي وافقوا على تسريح إجروت لفريق الكوكب المراكشي بالاخص بعدما ابدى اللاعب المذكور على الرغبه القويه ديالو في تغيير الاجواء والانضمام الممثل المدينه الحمراء. واكدت المصادر ذاتها انه إجروت كيوقع او غادي يوقع رسميا في كشوفات الفريق المراكشي في بحر الاسبوع المقبل بموجب عقد كيمتد لثلاثه ديال المواسم، على ان يستفيد فريقه الام الوداد البيضاوي بمبلغ كيفوق 100 مليون ديال سنتيم. بعد الخبر مشاهدينا، كنتم معكم اوراق الموجز، لكم اطيب ارق تحيه من كل طاقم شوف تيفي تقنيين وصحفيين، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.